الخريجون والخريجات أرجو الوقوف في أماكنكم. الآن سيتفضل الدكتور معتصم اللطايفي مشكورا بقراءة القسم الطبي على مسامعنا لترددوه من بعد. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورته وأكتم سره وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا الرعاية الطبية للقريب والبعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لأداه وأن أوقر من علمني وأعلم من يصبرني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما نقول شهيد. وفي الختام زملائنا الخريجين والخريجات، هنيئاً لكم شهاداتكم وأداؤكم القسم، وأعانكم الله على حمل المسؤولية. سنفخر بكم دوماً وستكونون خير سفراء لكليتكم وجامعتكم. أدام الله عليكم الفرح والسرور. عطوفة راعي الحفل، نشكر لكم حضوركم وتشريفكم لحفلنا، ونشكر كذلك ضيوفنا الكرام وأعضاء الكلية بهيئتيها التدريسية والإدارية، ونشكر الأهالي الأفاضل حضورهم، كما ونشكر منظمي الحفل ولجان النظام من طلاب وخريجي كلية الطب في الجامعة الهاشمية الذين لولا جهودهم لما خرج هذا الحفل بصورته البهية. زملائي الخريجين والخريجات، نعلنكم الآن أطباء وطبيبات، ألف مبروك. الخريجين